مساء الخير واهلا بيكم، ونواصل تقديم هنا العاصمه من استودياتنا في مدينه الانتاج. انتهى امس، كان يوم صعب شويه، لكن الصبح لما بيطلع خلاص كل شيء بينتهي، والحقيقه النهايه انتهت بسبعه من القتلى، سواء من الاخوان او من المواطنين، لكن كل ده لن يؤثر في دوران العجله، لن يؤثر في طريقنا اللي احنا ماشيين، واحنا ماشيين طريقنا زي ما هو المرحله الانتقاليه، خارطه الطريق كما اعلنها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور. والنهارده زي ما قلنا لكم امبارح اقسمت الحكومه اليمين الدستوريه امام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور. الحكومه 33 وزير في وزارتين لسه لم يعني يتم تكليف وزراء بيهم، والحقيقه ان الحكومه قررت انها تكمل وتمشي حتى لو في وزارتين ما فيهمش لسه لم يتم تعيين او اختيار وزير لهم، وهما وزاره العدل ووزاره النقل. وزير النقل المرشح اعتذر في اللحظه الاخيره، ووزاره العدل لسه لم يكلف بها وزير، وبالتالي تم تاجيل حلف اليمين ليوم تالي، ممكن بكره ممكن بعد بكره، المهم ان الحكومه تبتدي تشتغل. الحقيقه ان ده يعني مؤشر ايجابي جدا، انه برغم ان في وزارات لسه لم تكتمل او لم يكتمل شكل الوزاره كله، فاضل وزارتين، لكن بما انه اكتمل الشكل الاعظم او يعني الجسد الاعظم للحكومه، اذا بتقسم اليمين الدستوريه ويبدا العمل، لان ما عندناش وقت، وليس لدينا وقت، وليس لدينا خيار للفشل زي ما قلت لكم. الحكومه 33 وزير فيهم 3 نساء، كان الهدف الحقيقه ان احنا نوصل بعدد النساء الى 5 سيدات، لكن مع اعتذارات البعض ويعني بعض التدقيقات في معلومات عن الوزيرات، يعني في دلوقتي بنتكلم في 3 وزيرات، وايضا في 3 من الاقباط داخل هذه الحكومه. يعني ايه حكومه تكنوقراط؟ يعني حكومه لا تقوم على ده من حزب كذا وده اتجاهه السياسي كذا، ولكن حكومه تقوم على كفاءات وعلى مقدره وعلى شخص يستطيع ان ينفذ سياسه، شخص يستطيع ان هو يدير العمل ويدير الإدارة في هذه الوزارة. نشوف كده سريعا تشكيل الحكومة وبسرعة. طبعا الحكومة تبدأ بدكتور حازم الببلاوي رئيسا للحكومة الانتقالية، والفريق عبد الفتاح السيسي نائب أول لرئيس الوزراء والقائد العام والقائد الأعلى للقوات المسلحة وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، وهو نائبا اول لرئيس الوزراء زي ما قلت لكم امبارح. دكتور زياد بهاء الدين وزيرا للتعاون الدولي ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه. دكتور حسام عيسى وزيرا للتعليم ونائبا لرئيس الحكومه. الدكتور احمد جلال وزيرا للماليه. الدكتور أحمد البرعي وزيرا للتضامن الاجتماعي. الأستاذ منير فخري عبد النور وزيرا للتجارة والصناعة. منير عبد النور طبعا كان وزيرا للسياحة في الحكومة قبل السابقة، قبل الثورة. الدكتور أشرف العربي وزيرا للتخطيط، والدكتور أشرف العربي كان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي في حكومة الحكومة الماضية لأنديل، والله نسيت اسمه، رئيس الوزراء السابق. المهندس أسامة صالح وزيرا للاستثمار، وكان أيضا وزيرا للاستثمار في حكومة أنديل الأولى. المهندس شريف إسماعيل وزيرا للبترول، وكان رئيسا لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، يعني واحد من ولاد الـ هيئة البترول ومن ولاد صناعة البترول. محمد هشام زعزوع وزيرا للسياحة، وكان أيضا وزيرا للسياحة في حكومة أنديل، لكنه استقال مؤخرا قبل أحداث 30 يونيو مع عدد آخر من الوزراء، تضامنا مع الشعب المصري ومع انتفاضته. السفير نبيل فهمي وزيرا للخارجية، زي ما قلت لكم نبيل فهمي هو ابن الدبلوماسية المصرية، كان سفيرا لمصر في واشنطن وفي عدد من الدول
الأجنبية، كان سفيرا أيضا في روسيا، وهو نجل وزير الخارجية الراحل إسماعيل فهمي. المستشار محمد أمين المهدي وزيرا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والحقيقة دي حقيبة جديدة يعني أنشئت في هذه الحكومة، وهي حقيبة مهمة. يمكن هذه الحقيبة المميزة في هذه الحكومة أنها حكومة ستبدأ وستفتح صفحة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وبدون هذا الملف وبدون المصالحة الوطنية لا يمكن أن يكون لمصر استقرار. لكن المصالحة الوطنية يجب أن يكون لها شروط أساسية. الدكتور رمزي جورج وزيرا للبحث العلمي، الفريق عبد العزيز فاضل وزيرا للطيران المدني، المهندس عاطف حلمي وزيرا للاتصالات. في بعض معلش في بعض يعني بعض الوزراء السي فيز بتاعتهم لسه ناقصه عندنا، لكن يعني مع الوقت هنقدر نعرف عنهم معلومات اكثر. الاستاذ خالد عبد العزيز وزيرا وزير دوله للشباب، وكان رئيسا للمجلس القومي للشباب. الفريق رضا حافظ وزير الدولة للإنتاج الحربي. السيدة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشؤون البيئة. دكتورة درية شرف الدين وزيرا للإعلام، أول سيدة تتبوأ هذا المنصب، نحن سعداء والحقيقة يشرفنا أن تكون وزيرة الإعلام سيدة وتكون يعني خبرة ومهنية درية شرف الدين. يعني احنا أجيال كتيرة كبرت على درية شرف الدين، نادي السينما، رئاستها لعدد من القنوات المصرية، وهي الحقيقة نموذج مشرف للإعلامية المصرية. كمال أبو عيطة وزيرا للقوى العاملة. الدكتور محمد مختار جمعة وزيرا للأوقاف. الدكتور أحمد صابر عرب وزيرا للثقافة، وكان أيضا وزيرا للثقافة في حكومة أنديل لكنه استقال حتى قبل 30 يونيو بفترة، وعين بعديه الوزير اللي أنا مش فاكرة اسمه الذي يعني أثار ضجة كبيرة. كانت هنا طبعا المفروض أنها مرشحة إيناس عبد الدايم، لكن يبدو أن هناك ضغوط من حزب النور أدى لضغوط على إيناس عبد الدايم، وهنحاول نحن نستفسر منها على هذه القضية، لكن واضح أن كان فيه ضغوط على إيناس عبد الدايم من حزب النور. كنت أتمنى الحقيقة أن تتحلى الدكتورة إيناس عبد الدايم بالشجاعة أن تقف أمام هذه الضغوط. اللواء عادل لبيب وزيرا للتنمية المحلية، وطبعا عادل لبيب محافظ معروف في قنا والبحيرة واسكندرية. الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، وكان وزير سابق أيضا في حكومة عصام شرف. الدكتور محمد محمود عبد المطلب وزيرا للموارد المائية والري. الكابتن طاهر أبو زيد وزيرا للدولة لشؤون الرياضة. الدكتور المهندس أحمد إمام شعبان وزيرا للكهرباء والطاقة، وهو أيضا وهو ده كان وزير الحقيقة في الوزارة السابقة، ولكنه أيضا استقال مع الأستاذ مع وزير السياحة زعزوع ومع حاتم باجاتو مستشار حاتم باجاتو، وكان وزيرا للشؤون النيابية. المهندس إبراهيم محلب وزيرا للإسكان. وإبراهيم محلب رجل يعني تعرفه صناعة الإنشاء في مصر معرفة جيدة. طبعا هو كان رئيسا لمجلس إدارة المقاولين العرب، رجل يعني مؤسس في صناعة الإنشاء وله باع كبير في هذا المجال، لكنه أعتقد ترك المقاولين العرب منذ فترة من فترة حكم الإخوان. اللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية، وهذه وزارة باقية. اللواء محمد أبو شادي وزيرا للتموين.
الدكتور محمد إبراهيم وزيرا للدولة للآثار، وكان وزيرا سابقا للآثار، الدكتورة مها زين العابدين وزيرة للصحة والسكان، وهذه أيضا أول وزيرة في هذا المجال في مجال الصحة والسكان. المثير للاهتمام هنا أن الوزيرات مش موجودين في الشؤون الاجتماعية، الوزيرات موجودين في حقائب مهمة. محمود محمد أبو النصر وزيرا للتربية والتعليم. إذن عندنا وزارتين مؤجلتين، العدل والنقل. من الواضح أن ما فيش وزير للتنمية الإدارية بعد اعتذار دكتور درويش. أيضا أعتقد أنه كده تقريبا اكتملت الحكومة، والآن أمامها مهام شاقة كثيرة. إيه أهم المهام الموجودة أمام هذه الحكومة؟ الحقيقة أن الحكومة دي أولا بيميزها واحد، أن النساء في هذه الحكومة تحملن حقائب ملهاش علاقة قوي بالشؤون الاجتماعية، نفس الحقائب التقليدية اللي كانت بتحملها المرأة. لا، احنا بنتكلم في المرأة في الإعلام، بنتكلم في المرأة في الصحة، بنتكلم في المرأة في حقائب أخرى. احنا عندنا ثلاث نساء في هذه الحكومة. عندنا حكومة فيها حقيبة جديدة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. عندنا حكومة لدأ فيها الحقيقة مجموعة اقتصادية قوية جدا وملقى على عاتقها وعلى كاهلها الحياة مهمة شاقة. وخلوني أتلقى هذا الاتصال من السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة. سيد الوزير مساء الخير. أهلا بسيد نور. أهلا بيك، مبروك والله يكون في العون. الله يخليك، خلينا في الدعوات، ربنا يكون في عوننا جميعا. بالظبط. اولا يعني في رايك ماذا يميز هذا التشكيل الوزاري؟ وبعدين اسالك على المجموعه الاقتصاديه. اولا هو ما في شك انه تشكيل قوي ومحترم. هذه الوزاره هي وزاره وطنيه بمعنى الكلمه، تشمل قوى سياسيه تنتمي الى مدارس مختلفه، تجمعت لمواجهة تحديات كبيرة وكثيرة. ثم هي حكومة انتقالية وما هيش حكومة تشكيل أعمال، انتقالية بمعنى أنها بتضع الأسس لوضع جديد، لنظام جديد، نأمل أن تكون الخطوة الأولى نحو بناء الدولة الديمقراطية الحديثة المدنية التي نصبوا إليها جميعا. طب نسأل بقى عن المجموعة الاقتصادية، وهي المجموعة يعني اللي هي على كاهلها ربما المهمة الأصعب. بما أنكم حكومة انتقالية، ما هي المهام الأساسية في رأيك لهذه المجموعة الاقتصادية؟ المهمة الأولى هو الخروج من عنق الدولة. المهمة الأولى هي أن تدور عجلة الإنتاج والعمل. المهمة الأولى هي أن نفتح الأمل أمام الشباب الذي يئن من نسب البطالة التي ترتفع يوم بعد يوم. التحدي كبير، إنما عاوز أقول إنه الأمال كثيرة أيضا. هقول لك إنه الطاقات العاطلة نسبتها كبيرة جدا، وسبب هذه الطاقات العاطلة هي أزمة الطاقة، هي احيانا افتقادنا للامل، الامن خصوصا في المدن الصناعيه الجديده، الامل ايضا او التفاؤل ياتي من المسانده التي نجدها من الدول العربيه، التي وجدناها من الدول العربيه الصديقه والتي نامل ان تزيد. وبعدين الامل والتفاؤل ياتي الحقيقه من الاراده القويه لكل الوزراء في العمل الجاد للخروج من الأمل. يعني بدون استقرار يا استاذ منير، بدون يعني راس المال لا يستطيع ان يعمل، وحضرتك عارف راس المال جبان يحتاج الى استقرار وامن في البدايه. يعني ازاي هنحقق هذه المعادله مع الاوضاع اللي احنا فيها حاليا؟ هذا هو التحدي، هذا هو التحدي، هذا هو العبء الملقى على الأجهزة الأمنية سواء كانت الشرطية أو غيرها من الأجهزة.
أو أيضا من خلال إصدار اللوائح والقوانين التي ستضع ستعيد الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري. لوائح وقوانين زي إيه في اعتقادك؟ يعني أنا أتصور لازم نصدر قانون يخص بشأن التظاهر، يتيح التظاهر السلمي، إنما يتيح أو يتخذ من خلاله الإجراءات الحاسمة في مواجهة العنف صحيح. والإرهاب وغير ذلك من التظاهرات غير السلمية. بشكرك أستاذ منير فخري عبد النور، الله يكون في العون. يعني أي وزير بنستقبله بنقول له الله يكون في العون في البداية، لأنه الحقيقة هذه مهمة ثقيلة. بشكرك شكرا جزيلا. ومعي أيضا الأستاذ أيمن أبو حديد وزير الزراعة الجديد. أستاذ أيمن مرة أخرى مبروك والله يكون في العون. اهلا وسهلا، الله يبارك فيك. اهلا بيك، ربنا يكون في عوننا جميعا. طبعا يعني لو تقول لي التحدي الاساسي الذي تراه امامك وامام زملائك في هذه الحكومه. هو في الحقيقه اكثر من اتجاه، واحد منهم هو توفير البنيه الاساسيه اللازمه لتداول المحاصيل. يعني احنا عندنا انتاج القمح من سنتين واحنا بنقول، ولا من بدايه الثوره واحنا بنقول محتاجين لصوامع عشان نقدر نخزن، عشان نقدر نقول نكتفي ذاتيا من قمح الخبز، ونقدر والى الان ما حصلش هذا الموضوع. عايزين ارقام حقيقيه بقى يا سياده الوزير لو سمحت، يعني طبعاً تقول لنا بقى ارقام حقيقيه وتقولوا لنا تكشفوا لنا الحقيقه في هذه الامور، بدل ما فجاه وصلنا للاكتفاء الذاتي وهذا ليس حقيقا. احنا لابد ان احنا نكون موضوعيين ونكون صادقين ويكون عندنا شفافيه في المعلومات اللي بننقلها للناس. الحاجة الثانية وهي مهمة جدا هي تطوير نظام الزراعة المصري. نظام الزراعة المصري القديم محتاج، نظام الري الحقلي القديم طبعا يتغير، لابد ان هو يتغير عشان نقدر نوفر المية اللي بتنزل في المصارف ونقدر نحسن الانتاجية، وده محتاج لان احنا نجمع الفلاحين الصغيرين في منظومة عمل عصرية. عشان كده ضروري اهتم بالفلاح، لما ادي دعم ما اديش الدعم المحصول ولكن اديه للفلاح نفسه. الفلاح ضروري اعمل له زراعه تعاقديه، لما اقول له ازرع قمح ولا ازرع ذره ضروري اقول له انا هاخدها منك بالشيء الفلاني، ولو ما جبتش المحصول هعوضك بالتعويض الفلاني، ولو جبت المحصول كويس يبقى عندي الدرجات الفلانيه، وتبقى الامور واضحه بتعاقد. كده اقدر اخطط مظبوط واعمل دوره زراعيه مظبوطه، وهنا الفلاح يكسب والدولة تكسب والمحاصيل تتوفر بصورة أفضل. وأعتقد بناء الصوامع والبدء في بناء الصوامع مهم، لأن أنا أزرع قمح بدون أماكن للتخزين ده موضوع يعني يبدو مضحكا بعض الشيء. هو يبدو مأساويا لما نلاقي أن في شونة بتخزن فيها القمح في العراء أكوام، معنى كده أن الجزء السفلي منه ده كله عبارة عن يا إما مفقود يا إما نامي عليه فطريات سامة كلها مضرة. طبعا يعني يجب أن الأسلوب يكون مختلف تماما. عشان كده النهاردة ابتدينا أن احنا نتكلم مع معالي وزير التموين في أن احنا نبدأ فورا في التصور، ونبتدي خطوة خطوة نحط الأول الخطة والخريطة بتاعة الطريق، وبعدين نبتدي على الاقل خطوات واضحه خلال الفتره القصيره اللي احنا قاعدينها، والباقي تستكمل بعد كده عن طريق من ياتي بعدنا. اشكرك سياده الوزير ايمن ابو حديد وزير الزراعه الجديد، بسنت فهمي الخبيره المصرفيه. مساء الخير بسنت، يعني كيف ترين المجموعه الاقتصاديه؟ شايفه ان ده هيكون له رد ايجابي على الاسواق، على المستثمرين، او رد فعل شكله ايه؟ تأثير يا فندم. هي المجموعة الحقيقة طبعا كلهم ناس خبراء ومحترفين، بس الاقتصاد لا يعمل في فراغ. احنا عندنا تحديات شديدة على المستوى الدولي، وحضرتك طبعا خبيرة وعارفة كل هذا الكلام. عندنا تحديات داخلية للأمن، وعندنا تحديات أخرى أصعب وهي تطلعات الشعب المصري منتظرها منذ أن قامت الثورة منذ أكثر من عامين. فالحكومة الجديدة صحيح عليها يعني أعباء كبيرة وخاصة المجموعة الاقتصادية، لكني أتمنى أن كل العمل يكون في شفافية كاملة، وكلهم يقدروا يعني الشفافية ليها ميزة كبيرة قوي، أنه الناس بتسمع هما بيعملوا إيه، وعن طريق البرامج بتاعت حضراتكم بيسمعوا رأي الجمهور ورأي الناس المتخصصين فبيفيد. فأتمنى أن احنا نعمل بشفافية، نعمل بأسلوب علمي،
نحدد المشاكل ونحط لها الحلول العلمية والعملية، لأني أعتقد الشعب المصري لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك. لكن بكرر، التحدي الدولي والتحدي الأمني هم الأساس في نمو أي اقتصاد. ده من وجهة نظري الشخصية. طيب لو عندك ثلاث، يعني هذه حكومة انتقالية مدتها مثلا 6 أشهر على أكثر تقدير، يعني لو أمام هذه الحكومة ثلاث أهداف يجب أن تقوم بها أو أن تحققها، خاصة أنه مش ممكن هتعيد هيكلة الاقتصاد المصري، مش ممكن هتعيد هيكلة الصناعة، مش هتقدر تعمل ده في 6 أشهر، إيه الثلاث أهداف اللي ممكن تحققها هذه الحكومة في خلال هذه الأشهر القليلة؟ لازم تضع أمامها نمرة واحد، الاستقرار الأمني، ده أساس لنمو أي اقتصاد. ثم وراه على طول تيجي حقوق الناس البسطاء اللي قاموا بالثورة واقفين وراها لغاية النهاردة. لا عيب، احنا انا بعتبر ان العشوائيات وصمة عار في جبيننا جميعا. فانا اعتقد ان ده لازم يبقى دوسي اساسي هو، وفي نفس الوقت هيحل مع مشكلة العشوائيات مشكلة البطالة عن طريق التمويل المتناهي الصغر. لازم ياخدوا قرار ثوري مع السيد محافظ البنك المركزي ينشئوا بنك متخصص للتمويل المتناهي الصغر، لان الشعب المصري عنده مشكله ضخمه وهي العيشه الغير كريمه اللي هو عايشها والذي قامت بسببها الثوره، وناس عندها مستويات من البطاله مرتفعه جدا. فلازم نبتدي فورا على التمويل المتناهي الصغر. اعتقد لو انجزوا هذا الكلام مع الامن ده يبقى الحقيقه انجاز عظيم. بشكرك استاذه بسان فهمي الخبيره المصرفيه، معي على الهاتف الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي. سيادة الوزير مساء الخير. اهلا بك. يعني من العمل الى التضامن الاجتماعي والعلاقه بينهما وثيقه الحقيقه. جدا. شايف اولا كيف ترى هذه الحكومه، وخاصه ان فيها حقيبه للعداله الانتقاليه. كلمني الاول عن حقيبه العداله الانتقاليه، وانا عارفه انها مش حقيبه حضرتك، لكن انا عارفه ان جميعكم متشاركين في هذا الامر. طبعا. لماذا هناك حقيبه منفصله للعداله الانتقاليه والمصالحه الوطنيه دكتور؟ والله اصل هي من الاول لابيس كان في غلطه انك حبيتي تخضعي الجرائم التي تمت في اول ايام الثوره وبالذات القتل وجرائم الفساد، حبيتي تخضعيهم لمعايير القانون العام، ودول ما بيخضعوش للقانون العام. في للعداله الانتقاليه معايير يجب ان تتبع في هذه الاحداث، في هذه الثورات. فهذه المعايير انه وازاي بيتم التصالح، لانه كمان برضو احنا سمعنا عن حالات تصالح حصلت يمكن تكون اكثر فسادا من اللي كانوا بيتهموا انهم فاسدين في العهد السابق. وبالتالي في قواعد معينه بتوضع قانون بيوضع للعداله الاجتماعيه يوضح متى يتم التصالح وكيف يتم التصالح وايه هي المعايير بتاعته عشان يبقى واحد بالنسبه للجميع، وما هي الجرائم اللي هي جزء التصالح فيه. واعتقد انه احنا في الجبهه كنا عملنا ندوه عن هذا الموضوع، واقترحنا عمل قانون للعداله الانتقاليه، وكان اللي بيحاضرنا فيه وزير العداله الانتقاليه سياده المستشار محمد امين المهدي والدكتور ناصر امين ايضا. واعتقد ان هم يعني قادرين على وضع هذا القانون علشان خاطر نخلص من المرحلتين بقى، الحكم النظام السابق والنظام الاسبق. السابق والاسبق. يعني اذا يعني هذه الوزاره هيكون مسؤوليتها العمل على التصالح والمصالحه الوطنيه مع النظامين، يعني ما بين بالظبط يا فندم، ان هو نعمل العداله الانتقاليه، ولذلك هي وزاره واحده بقى دلوقتي اللي استحدثت في العداله الانتقاليه والمصالحه الوطنيه. وعدنا بها الى يعني شيخ شيوخ القانونيين وهو رئيس مجلس الدوله السابق المستشار محمد امين المهدي، وهو ايضا القاضي في محكمه الجزائر الدوليه. طيب السابق. ماذا عن حقيبه التضامن الاجتماعي؟ شايف ان ايه اهم التحديات امام حضرتك؟ ايه اهم شيء يمكن يجب انجازه في هذه المرحله الانتقاليه القصيره، يعني لعده اشهر اللي هي الحكومه؟ هو في عندي 3 دوسيهات هيتفتحوا اتعشى ان ربنا يوفقني فيهم زي ما وفقني لما كنت في القاعه. الاول منهم تحديث شويه الاداره وهو اشراك الشباب. واحنا النهارده كنا بنتكلم فيها، وهندرس القواعد بتاعه اشراك الشباب
في اول مجلس وزراء هنعقده. دي واحده. الثانيه يعني بعناوين كبيره يا لمين. الثانيه هي التامينات الاجتماعيه. عايزين نوضع لها نظام قانوني سهل يقوم على التضامن الاجتماعي، مش زي القانون اللي كان يوم في سنه 2010 صدر وكان بيهدف فكره التضامن الاجتماعي. عايزين نعدل القانون التامينات الاجتماعيه كمان علشان خاطر يبقى فيه مشاركه حقيقيه من اصحاب الاعمال دلاله على العداله الاجتماعيه. والست هدف كبير برضه قانون الجمعيات الاعلاميه. اه طبعا. اللي احنا كنا اتصلحنا فيه بره واللي وجهت لينا ملاحظات شديده طبعا من مفوضيه حقوق الانسان في جنيف. هل هتفتح ملف جماعه الاخوان المسلمين، هذه الجمعيه التي انشئت بين يوم وليله؟ طبعا. بس هو ده يمكن تكون ايد الوزير اللي هو وزير التضامن هتبقى مقيده لانه الامر معروض امام القضاء الذي. انا هدرسه من الناحيه القانونيه وهشوف ايه اللي ممكن عمله فيه، لانه في وقعه داخليه فيه، لكن مش هتكلم لانه قدام القضاء حاليا، لكن انا هشوفها وتتبين لي ان الواقع اللي انا بشك فيها صحيحه هتصرف قانون. بشكرك دكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، ومعي على الهاتف استاذ نجاد البرعي الناشط الحقوقي. نجاد، كيف يعني لما بتشوف الحكومه بتحلف اليمين الدستوريه، ايه اهم شيء لفت نظرك؟ طبعا اهم حاجه لفت نظري وجود وزير ولو وزير دوله لمساله العداله الانتقاليه. لانه دي تعتبر يعني اول مره يتخصص لها وزير، وده كان طلب من ساعه يناير والناس بتتكلم على انه لا يمكن معالجه الانتهاكات الجسيمه التي وقعت في حقوق الانسان سواء قبل يناير 2011 او بعد يناير 2011 الا عن طريق العداله الانتقاليه. وبالتالي مجرد يبقى في وزير او جهه مسؤوله حتى بصرف النظر يعني ان هو وزير او وزير دوله، ده هيدي فرصه كبيره جدا لانه نبدا عمليه حقيقيه، طبعا بالتعاون مع المنظمات الحقوقيه المهتمه بهذا الموضوع، بالتعاون مع حتى الصناديق اللي كانت انشئت مره للشهداء بتاع في ان نحقق العداله الانتقاليه اللي هي بتتضمن حقيقه يعني اولا الملاحقات القضائيه لمنتهكي حقوق الانسان طبعا قبل يناير وبعد يناير، لجان الحقيقه، برامج جبر الضرر، اصلاح المؤسسات اللي شاركت في عمليه الانتهاكات فيما يتعلق لحقوق الانسان، وزي ما قلنا المحاسبه والتعويض. وده معناه انه احنا عايزين نقفل هذا الجرح او جرح انتهاك حقوق الانسان، نقفله بقى على نظافه ونعوض الناس ونصلح المؤسسات، وده فيه يعني ملاحقات قضائيه سريعه وقانونيه سريعه تتعمل بشكل بسرعه، ونغلق هذا الملف وتنتقل مصر للامام، مش كل شويه نقعد بقى عايزين حقوق الشهداء، عايزين حقوق ضحايا حقوق. لا، ودلوقتي بقى في صوت جديد بنتكلم على مش عزل الوطني بس، ده عزل الوطني وعزل الاخوان، فاحنا بنتكلم على عزل نص المجتمع بالمنظر ده. احنا عندنا بالظبط، احنا عندنا مشكلات طبعا في حقوق الانسان كانت قبل يناير مشكلات جسيمه، مع الاسف بعد يناير ايضا تكررت كثير جدا من الانتهاكات وكانت واضحه وكل الناس كانت بتتكلم عنها. انا افتكر ان ده وقت العداله الانتقاليه، وجود وزير مساله مهمه، بس بقى يلا يشد حيله لان الوقت قصير والملفات كتيره، ربنا يعين الكل. يعني ربما هل يعني الاختيار بقى ان المستشار المهدي ربنا يعني يديله الصحه، هو رجل قامه وكل شيء، لكن يعني طبعا هو رجل يعني سنه متقدم، هل هذا يعني الاختيار ربما طبعا سيادة المستشار محمد امين مهدي راجل قيمه قضائيه رفيعه طبعا بالتاكيد، انا زيدي كانت عايزه وزير سنه اصغر شويه عشان الموضوع صعب تقيل يعني ولا واقرب للمجتمع المدني، لكن هو قد يكون في تقدير محمد بيه انه هيعمل بقى لجان وهيتعاون مع مؤسسات مدنيه، يعني قد يعوض زي ما بيقولوا كده، يبقى هو المخ ويشوف عضلات والعضلات في حته تانية. طيب بمناسبه التظاهر، لان يعني الاقتصاد محتاج استقرار، والتظاهرات زي ما انت شايف في بعضها سلمي وبعضها غير سلمي على الاطلاق، في تقييمك هل ممكن ان يخرج قانون للتظاهر الان، قانون ضد من الاول واحنا بنقول ان كثير من التظاهرات والاعتصامات حتى من قبل يونيو تفتقر الى الحد الادنى من حق الاعتصام، لان انت ما تقدرش تعملي اعتصام تقفلي شارع، يعني حتى وقت ما كانوا واقفين بدايه التحرير عشان بس الناس كنا بنقول عندك في البرنامج وفي غيرها
انه لا يجوز اغلاق ميادين في مواجهه الناس. يعني انا افتكر ان هذه مساله اساسيه، الاعتصام لابد ان على الاقل الان الاعتصام لابد ان ينظم، وينظم بشكل محترم، لان انت بتقفلي شوارع وبتحطي كتل خرسانيه على كباري وبتخلي الناس تروح، وليس هكذا يكون الاعتصام. الحقيقه التظاهر نفس الحكايه، انا مع اطلاق الحق في التظاهر السلمي الى ابعد درجه، بس برضو انا عايز اقول ان كل شيء يزيد عن حده ينقلب الى ضد. احنا طالبين عمليه تنظيم يشارك في وضع مثل هذه القوانين النشطاء الحقوقيين، الناس المهتمين بمساله التظاهر، يسمع في اراء المتظاهرين. يعني بدل ما نعمل حاجه في السريع زي ما كانوا عايزين يعملوها في البرلمان الماضي، لا المره دي ناخد لنا كده شهر من المناقشات ونطلع بحاجه يعني ترضي جميع الاطراف. طبعا هيبقى في ناس غاضبه في كل الاحوال، لكن في النهايه نريد ان يعني ترضي اغلب الناس. بشكرك أستاذ نجاد البرعي الناشط الحقوقي، ومعي أول وزيرة سيدة لوزارة الإعلام دكتورة درية شرف الدين. مساء الخير يا دكتورة وألف مبروك. مساء الخير يا لميس، أهلا وسهلا. أهلا بيكي، وحقيقة إحنا سعداء إن أول وزيرة سيدة تتبوأ هذا المنصب تكون حضرتك طبعا. يعني الله يخليكي، ميرسي خالص. يعني وزارة الإعلام دي وزارة ثقيلة، ومعروف إنها هتختفي من على الشاشة بعد قليل يعني. يعني أوقات شايفة إيه أهم مهام حضرتك في الفترة القصيرة القادمة؟ والله بصي، هو في يعني أشياء كثيرة جدا، يعني يمكن البعض منها بينظر إلى الإعلام الرسمي إنه انسحب عنه المشاهدون والمستمعون وأحيانا القراء. فأتخيل أنه لابد من إعادة لكيان معين للإعلام الرسمي. أتخيل برضو أن إحنا يعني إحنا دولة حاليا ما فيهاش قانون لحرية تداول المعلومات. مظبوط. لابد أن نملك قانون لحرية تداول المعلومات، يعني حتى لا يعني لا نقع فيما وقعنا فيه من قبل يعني. أتخيل برضو أنه لا نملك حتى الآن ميثاق لشرف الإعلامي حقيقي. مظبوط. أتخيل أنه هناك يعني المجتمع المدني في المجتمعات المتقدمة أصبح هو الرقيب الحقيقي على الأداء الإعلامي. المجتمع المدني والشخصيات العامة وإلى آخره، وليس الجهات الرقابية الرسمية الحكومية. فيعني أتخيل برضو أن في أشياء كثيرة جدا لابد أن تنجز في هذه الفترة القصيرة إن شاء الله. يعني أتمنى بس أنك تعيدي بهاء الـ الشاشة الرسمية مرة أخرى، والشاشة دي يعني سواء في عصر حضرتك أو حتى في عصورنا بعد كده كانت شاشة مزدهرة، فنتمنى أن يعني يعود لهذا البهاء لشاشة التلفزيون. والله طبعا يعني أنا بقول يعني إن شاء الله هيعود لها البهاء بتعاوننا كلنا طبعًا. يعني أنا هبقى فرد في مجموعة، وبرضه فرصة من خلال برنامجك، يعني أنا بقول لأي طير مهاجر من الإعلام الرسمي أهلا وسهلا بيه لبيته. بشكرك جدا دكتورة درية شرف الدين، والله يكون في العون. درية شرف الدين مش غريبة عن ماسبيرو، مش غريبة عن الإعلام الرسمي، هي بنت الإعلام الرسمي، وبالتالي تعاملها مع الناس هيكون أعتقد أنه هيكون سلس جدا. أنا بس عايزاكم تشوفوا في لقطة، طبعا دي الوزيرة أعتقد مش عارفه مها ليلى اسكندر وزيره البيئه. انا سعيده الحقيقه بالنساء. هنا بقى اقف شويه ميدو لو سمحت، هنا الكادر انا عايزه بس اوريكم حاجه، بس خلوا الرئيس يفتح عينه. احنا هنا ورانا هنا شكل الدوله يعود لنا مره اخرى، ما بين علم الجمهوريه جمهوريه مصر العربيه وبين خريطه القطر المصري، هذه الخريطه التي افتقدناها حقيقه، يعني كانت دايما بتبقى موجودة في أي لقاء رسمي لرئيس السابق مبارك، أي لقاء رسمي لراحل السادات، يعني ده مشهد احنا حافظينه. هذا المشهد اختفى في عهد مرسي، وابتدى يبقى عندنا لوحات طبيعية كده وحاجات غريبة جدا. أتمنى بقى أن رئيس ديوان رئيس الجمهورية يخش بقى ينظف لنا الصور العجيبة اللي بقت موجودة، ويعيد تراث الدولة المصرية من جديد إلى الصورة المصرية. هنا الدولة المصرية تعكس نفسها في الصورة. التفاصيل دي يا جماعة مهمة جدا، أن يقف رئيس الجمهورية آدي رئيس الوزراء، آدي رئيس الديوان، أن يقف رئيس الجمهورية وفي ظهره وفي خلفية الصورة القطر المصري، تعود ملامح الدولة ولو في صورة. أصل الدولة إيه؟ الدولة أدوات، الدولة مؤسسات، الدولة إرادة، والدولة أيضا كيان له شكل، له بروتوكول.
هذا جزء من البروتوكول يعود إلينا من جديد بصورة بالعلم المصري والطريقة اللي بيقف فيها بها السيد المستشار عدلي منصور وخريطة القطر المصري تعود من جديد للصورة الذهنية المصرية. نشوف تقرير كيف يرى الناس الحكومة الجديدة. وأنا بس عايز أقول حاجة، عايزاكم تتفائلوا، نحن أمام مهمة شاقة محتاجة مننا طاقة إيجابية مش طاقة سلبية، عايزين يكون عندنا طاقة إيجابية كي ندفعهم ونساعدهم للأمام. هذه حكومة ربما يكونش فيها شباب كتير، والحقيقة ده ما أخذ عليها، كنا نتمنى أن يكون فيها نساء أكتر، لكن في النهاية هذه حكومة تبدو حكومة قوية، أمامها مهام شاقة. فكرة العدالة الانتقالية مهمة جدا، لديها حقائب حاملي الحقائب الاقتصادية خبراء وأكفاء، ونتمنى أن هم ينجحوا في مهامهم. المهمة الأساسية والأولى هي الاستقرار، وهي إشارات إيجابية للمستثمر المصري والمستثمر العربي. احنا مش عايزين نعيش على معونات الدول العربية، نفس الكلام اللي كنا بنقوله أيام مرسي بنرجع نقوله تاني، لا نريد أن نعيش على معونات الدول العربية، نريد لعجلة الاستثمار، لأن هذه دولة كانت تعيش بدون معونات، دي دولة كانت بتقوم، كان وصلنا بمعدل نمو 7%، ما بقولش ان احنا نوصل ل7% بكرة، ولكن هذه الدولة قامت بها ثورتان في خلال سنتين ونصف، وبالتالي التمن عالي، لكن تستطيع إذا ما بدأت العجلة في الدوران أن تعيد مرة أخرى الاقتصاد إلى العمل. عايزين نخفض معدلات البطالة، عايزين نزود معدلات النمو، عايزين نزود معدلات التشغيل، على الأقل نفتح المصانع اللي مقفولة. عندنا مهام كثيرة جدا، نتمنى أن تبدأ هذه الحكومة في تنفيذها، وعلى الأقل نظفوا لنا الشوارع. يعني أتمنى يكون هدف أولاني وقصير الأجل أن هم ينزلوا ينظفوا الشوارع، أعتقد أن هذا تأثير سيكون شكله إيجابي جدا على المواطن المصري. النهاردة فقرتنا الرئيسية هتكون عن تأثير عن يعني رأي الخبراء في المجموعة الاقتصادية. خلونا نشوف هذا التقرير. في تفاؤل طبعا بالحكومه الجديده، بس يعني الواحد نفسه يشوف فيها العناصر الشابه، يعني في شباب كتير قوي طالعين اليومين دول، الواحد حاسس ان دول قلبهم على البلد، اعتقد دول لو اديناهم فرصه هيبقوا احسن. برضه مفيش حيويه الشباب في الحكومه الجديده، وده اللي قلقنا وده اللي مخوفنا، بس صابرين شويه عشان ان الشباب عينيها بقت ثاقبه خلاص. لازم شباب، وفي شباب واعد، يعني الشباب اللي وجع الاخوان وجع مرسي من على الكرسي يقدر يجيب وزراء وحكومه قويه جدا، ومش هتبقى حكومه انتقاليه بس، ممكن تكون حكومة تستمر. لا، هو المرحلة دي محتاجة خبرة أكتر ومحتاجة شباب، وبعدين الخبرة يعني هتقوم عاملة أرضية كويسة، يعني يبتدي يتعامل بيها الشباب إن شاء الله. كل أنك أنت شاركت المرأة في التشكيل وعطيتها دور، وبرضو إحنا ممكن ندي برضو دور لإخوان المسلمين المعتدلين المنتظمين الكويسين، لأن دول مهما يكون دول مصريين. فيهم وفيهم صراحة، عشان ما بقاش كداب، بس انا بقول ربنا يسهل يعني ويكونوا في يوم الخير ويحسنوا البلد ان شاء الله احسن من دلوقتي. ان شاء الله متفائل باذن الله. دكتور الدبلاوي برضو دكتور خبره، وانا متفائل بالناس التشكيله الجديده، وربنا يسهل.